السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من قناة اليمام القمري والحمام والعصافير. طبعا النهاردة إن شاء الله كنت طالع أكل الحمام، اليمام والحمام برضك بأكله، فلقيت الحمد لله ربنا رزقني بيهم برضك وبيضة وبيضة أهو، لسه هتروح تقعد عليهم هم. في دلوقتي جوز زغليل مع جوز الشغال، فدول لازم يعني المفروض الاحسن اللي انا ايه انقلهم، بحيث ان هم ايه هم مش هيضربوا بعض ولا مثلا يضايقوهم في الرقود او اي حاجه، بس هم بيروحوا ساعات بيقفوا على طاجن البيض، هي تقوم تقوم جايين واقفين، ممكن الزغليل بغشوميتهم مثلا يكسروا مثلا البيضه، يقعدوا عليها على غلط، يضايقوا مثلا امهم، يروحوا مثلا يقفوا جنبها عايزين ياكلوا منها هي تضربهم. هما بيعيشوا مع بعض جماعات، بس لازم يكونوا متربين مع بعض مجموعة وشبابات مع بعض وكده، ما ينفعش جوز شغال تحط عليه جوز شغال، هيدلهم برضك يضربوا في بعض وممكن يعوروا بعض، ممكن يموتوا بعض كمان، فكل واحد بيبقى خايف على عيشه وكده، فما بيلاقي يستقبل حاجة جديدة فيضربه. طبعا الجوز الزغير اللي قدامنا دول ولادهم، الحمد لله كبروا وريشوا بصحة كويسة، وبدأوا ياكلوا لوحدهم وتمام، وهي النتاج كبيرة اهي ما شاء الله وباضت والبيضة تحتها، فالأفضل أنا ايه انقلهم دلوقتي، فأنا ايه هنقلهم لقفص الشبابات. طبعا انا عامل قفص الشبابات، اي جوز شغال بيطلع قوم جاي ناقل فيه ايه الزغاليل او الشبابات، اهو هنقلهم مع بعض. بسم الله، اول زغلول ادي، اول زغلول اهو، ودي ده قفص الشبابات، طبعا ده دي طبعا على وش شغل كده خلاص، دول هنحط لهم الزغلول، ادي اول زغلول اهو. طبعا في فرق كبير بين الشغال والزغلول اهو، ادي الزغلول اهو وادي الشغال اهو. هو كده بقولش عليه شغال ليه، اللي هو لسه ما اشتغلش ولا مره وخلاص وقع الريش كله بيبتدي ايه يجهز. هناخد الزغلول التاني اهو، اهو شوفوا ممكن يروح على امه يبوظ لها الدنيا اهو، انا هناخده اهو نمسكه بالراحه كده. بسم الله، طبعا اليمام ما بيتمسكش من جناح ولا من ديله، بيتمسك من يعني ايه من جسمه، من وسطه كده تكتف في جناحاته كده اهو. طبعا ما بيتمسكش زي الحمام، او اضعف من الحمام، وريشه طبعا بيطير على طول اهو. ادي جوز اليمام الزغليل اهو، كده نقلنا جوز اليمام الزغليل اهو. طبعا احنا قلهم بقلب جامد عشان الاكل متوفر قدامهم والمية اهي، بس اللي هما ايه ياكلوا لوحدهم ما يقفوش مثلا اللي هما مستنيين ابوهم وامهم ياكلوهم او كده. ادي جوز اليمام الزغليل اهو، نرجع بقى لجوز الشغال، ادي جوز الشغال اهو، اهو ما شاء الله اهو بيضة بيضة اهي تحتها اهو، دي حتة حاجة زيادة كده اهو، ادي جوز الشغال بيضة بيضة اهي، لو تشوفوها معايا في الكاميرا ادي او دي كده اول بيضة كده ما شاء الله. زي ما انا عرفتكم، طالما التغذية سليمة وطالما متوفر قدامهم الاكل والمية، طالما انت مهيئ لهم كل حاجة كويسة طبعا، والزغليل معاهم هيبتدوا يبيضوا، ممكن يبيضوا كمان وما زال اصغر من كده، بس كده الزغليل ما شاء الله كبروا تمام التمام كده حصو. ودي كانت ايه اول حصواية اهو، زي ما انتوا شايفين معانا، طبعا دي بتبقى ما شاء الله زيادة انتاج وشغلهم سريع وبيتأخروش في الشغل، مثلا اللي هما مثلا يبيضوا وبعد كده يقعدوا فترة جامدة قبل ما يبيضوا، لأ ده الزغليل بتخرج يبيضوا وراهم على طول، بس أهم حاجة لازم توفر لهم التغذية السليمة. ادي ما شاء الله، نروح لجوز بعد كده وهنقفل عليهم الباب. طبعا اليمام في ناس سألوني كتير احطهم في ايه، بيشتغلوا في اي حاجه، قفص عصافير، قفص كوكتيل من ايام الجنب اهو، ده قفص كوكتيل بس من ايام الجنب اهو، وادي الباب بتاعه اهو، ده باب العش اللي بيتحط فيه كوكتيل، بس انا ايه قلبه اهو عامله بالعرض، بيدي وسع جامد وعلو جامد يعني حاجه حلوه، ده قفص كوكتيل عالي
ده موقف بالطول، ده قفص، دي سلاكة، سلاكة وبرضك بيشتغل فيها زي الفل، سلاكة عصافير. ده طبعا الجزء التاني للدكر، قلنا هيبيضوا فيه. طبعا الجزء اللي احنا صورناه في الفيديو السابق باض، ادي الدكر التاني باض مع النتاية التانية، ما شاء الله باضوا البطين. هات البطين تحتهم اهو، اهو نفتح الباب عشان الصورة تبان. ادي البطين اهو، وادي الكوز اهو. كده الدكرين احنا مشترينهم الحمد لله، كده نقيناهم حلو، جبنا الدكرين بصحة كويسة، الدكرين كانوا زايفين وديناهم نتايتين زايفين عشان كده متأخروش ايه في البيض. وادي القفص برضك، الناس بتتكلم عن القفصة، ادي قفص السرالي عادي، عصفور السرالي عادي، ويبيضوا عادي عليه ويطلعوا ان شاء الله، وهنتابع مع بعضنا برضك ايه وريه. مال الجوز ده لسه طبعا لسه ما خدش على العش قوي، لسه هنبتدي برضك. انا قلت هجيب لكم القش المره اللي فاتت بس للاسف ما لقيتش قش بصراحه، فان شاء الله برضك اول ما اجيب ان شاء الله بامر الله هجيب قش واوريكم برضك بيتحط القش ازاي وترتب ازاي، بس هو هياخده وينظمه. في فيديوهات سابقه تانية كتير كنت برضه بوريكم بياخد القش مني ازاي وبيرتب ازاي. هذا الزغاليل دلوقتي حطيناه مع الشباب اهو، طبعا مفيش ضرب مفيش اي حاجه، طبعا الامام طالما مش بايض دخلت عليه جوز، اي جوز مش يعني لو جوز بايض ودخلت عليه زغاليل غريبه ولا شبابات غريبه ولا جوز شغال غريبه طبعا هيخاف على البيض بتاعه والعيال بتاعه، يقعد يضرب، ممكن يضرب حتى الموت، ممكن يتعور، ممكن اصابات، فاحنا لا غنى عن الحاجات دي كلها. طبعا الجوز ده خلاص اهو برضك شغال، ودي النتاية والدكر ماسكين الحتة اللي فوق دي، هبتدي احط لهم طاجن فوق كده وربنا يسهل ويبيضوا ان شاء الله. طبعا في زغلول اندمج اهو بدأ ينقر اهو ياكل واحدة اهو، وادي الزغلول التاني هناك اهو، وادي الجوز ده خلاص رقد اهو على البيضة، وان شاء الله ممكن بكتير اهو بكرة او بعد يبيضوا البيضة التانية اهو. طبعا في اي سؤال في اي حاجه حضراتكم اكتبوا في تعليق، احتاجتوا الواتس نشوف مع بعض حاجه، هكتب لك رقم الواتس عادي. ما تنسوش اللايك طبعا والشير والاشتراك في القناه ليوصل كل جديد، وشكرا لكل واحد كتب لي تعليق حلو وشاهد واداني لايك. حضراتكم في اي حاجه في اي سؤال في اي حاجه طبعا اكتبوا، ومش هندخل على بعض بالمعلومات، كل واحد بيتعلم سواء بتعلم مني او انا بتعلم منك معلومة جديدة بنفيد بيها بعض. ادي الجوز اهو رقد برضك، رقد على البطين اهو، ادي الجوز رقد على البطين. طبعا هو مش مخدتش ده بحسبه هيتأخر شوية في البيت، لقيته باض على طول، ما حطيتلوش طاجن ولا حطيتله طبق ولا حطيتله اي حاجة. طبعا ده بيبقى فعلا غلط كده، ممكن السيخ الحديد دي وبترقد ممكن البيضة تطق ولا حاجة من حمل مثلا نتاع عليها، طبعا بترقد بحكمة وكده، بس اللي احسن ايه نحط لها طبق طاجن اي حاجة بحيث اللي هي ايه ترقد عليها. طبعا لما يجوا يبيضوا ما بياخدوش وقت، طبعا الحرارة الجو بدأ يحرر شوية، طبعا هو لسه متقلب، مثلا في الحرب يا دوب من 18 يوم 19 يوم بالكتير من يوم ما البيضة بتتباض. في الشتاء طبعا عشان الجو بيبقى ساعة وكده ممكن يقعدوا لهم 20 21 22 23 كمان. طبعا هتقول ازاي انت بتتكلم وخلاص، لا كل ده انا الحمد لله على تجربة فعلي، وبقالي كتير ما شاء الله بربي اليمام وحضرت الصيف وحضرت الشتاء معاه، حضرت السنة كلها بفصول. ادي اليمام اللي عندنا، في اي حاجة حضراتكم قولوا عليها وان شاء الله ايه هنفيد بعض بكل حاجة.
طبعا الهمام اقصى حاجة هو بيبيض بيضتين، اللي يقول لك تلاتة يقول لك اربعة، لا لو قص بض 4 بيضات يبقى انت مربي انتايتين. لو قص اتأخر في البيض خالص، اتأخر خالص تبص عليه وهو شغال عندك، لا تبص عليه ممكن يكونوا دقارين برضه. تقول لي بيكسروا على بعض، اقول لك عادي بيكسروا على بعض. نتيتين بيكسروا على بعض، اقول لك عادي نتيتين بيكسروا على بعض. يعني ايه ما... بس هي بتبقى عايزة ايه، محتاجة وقت. ادي الجزء التاني برضه اهو ما شاء الله. وان شاء الله برضك لما ننزل السوق عايزين ننوع، هجيب لكم ان شاء الله يمام الابيض واليمام المصبع، وهنبتدي نجوز ده لده، وان شاء الله يعني ايه هنشوف حاجات جديدة ان شاء الله الايام الجاية، بحيث ان احنا ايه نغير تشكيلة البيجات دي. هنجيب ابيض، ادي جوز يمام بالصدفة اهو ما شاء الله بيكسر اهو، اهو اهو كده كسر اهو الحمد لله، كده اطمن لبعضه وخد بعضه بالصدفة والله وانا بصور هم بياكلوا بعض اهو. يبقى ان شاء الله دول برضك مش هيتأخروا بأمر الله. ادي النتاية اهي بتلاقي في الدكر اهو بالصدفة اهو ما شاء الله اهو بياكلوا بعض تاني اهو كده. دول بقى ايه محتاجين القش ان شاء الله. طبعا ما تنسوش اللايك والشير